ما بدأتش مع الدولة الفاطمية، يمكن التسمية، يمكن الشكل النهائي لمدينة القاهرة، لكن أرض القاهرة الحقيقية بدأت بأقدم من كده بكتير جدا، نقدر نقول تقريبا من 31 قبل الميلاد، من أون الفرعونية، نقدر نقول إن هي من وقت ما كليوباترا اتهزمت على إيد أوكتافيوس، وفي الوقت ده قالت كل الملكيات اللي كانت للرومان الغربيين راحت للشرقيين. وهنا نقدر نقول إن بدأ المدينة يبقى لها شكل مختلف، أرض قديمة، مدينة قديمة، تحصينات مختلفة، شكل في البنى، شكل في العمارة، مدينة متكاملة، مدينة متجانسة. في العصر الروماني وقبل ظهور المسيحية وصلت العيلة المقدسة مصر هربانين من هيرودس الحاكم الروماني لأورشليم. ما كانش طريقهم قصير أو سهل، بداية من هنا في بابليون للمطرية للصعيد، وفي كل مكان استخبوا واحتموا فيه الناس بنت كنيسة، ومن أول الكنائس دي كانت الكنيسة المعلقة. سبب شهرتها بالمعلقة لأنها اتبنت فوق برجين من أبراج حصن بابليون. الكنيسة مبنية على شكل سفينة نوح، وكانت مقر للبطاركة الآباط على مدار قرون كتير. حصن بابليون واحد من أهم الحصون الرومانية اللي موجودة مش في مصر بس، لا ده في العالم كله. اتبنى من القرن 12 الميلادي، ولكن في مؤرخين تانيين قالوا لنا لا ده من القرن الرابع كان موجود. مرتبط بحكايات كتيرة جدا وأساطير كتيرة جدا، من ضمنها مثلا التسمية المشهورة بتاعته قصر الشمع. في الوقت ده كان النيل بيعدي قريب من المنطقة من هنا، ولما كان الليل بيجي كان الحصن بيتنور كله بالشموع. كان بيبقى منظر مبهر جدا لكل السفن اللي معدية في النيل. وصل الجيش الإسلامي، وقف هنا عند الحصن، حاولوا يقتحموا الحصن لكنهم ما عرفوش لأنه كان سد منيع، فحصروه 7 شهور. خرج الزبير بن العوام وقرر إن هو يعمل سلم خشبي كبير جدا مرتفع، وبالفعل قدر إن هو يطلع الارتفاع ده كله وينزل من جوه من سلالم البرج. مع دخول الزبير تحمس الجنود العرب وبدأ الهجوم على القوى الرومانية الموجودة جوه الحصن، ودخل الجيش الإسلامي مصر سنة 640 ميلادي.
في رواية بتقول إن كلمة فسطاط جت من أصل يوناني وهو فسطاطون بمعنى الحصن أو الخندق. وفي رواية تانية إن الفسطاط معناها الخيمة، جت يعني من الخيمة اللي نصبها عمرو بن العاص وقت حصاره لحصن بابليون. هي من أول المدن اللي كونت الكيان اللي هنعرفه بعد كده باسم القاهرة.